الموصل بعد 5 سنوات من التحرير والتخلص من عصابات داعش الإرهابية. حتى نتكلم بهذا الموضوع أكثر ويا بالاستوديو الفنان والإعلامي ورئيس جمعية إحياء تراث الموصلية الأستاذ جاسم حيدر. أهلا وسهلا بك أستاذ. كل الحب الجناب الكريم أيضا لإذاعتكم المقرة الجميلة. اليوم سعيد جدا ألتقي وياكم وأتحدث عن مدينتي، مدينة أم الموصل، أم الربيعين الحدباء بعد 5 سنوات. حلو، بعد 5 سنوات شنو تغير؟ أنا سعيد شخصيا أشوف بالصور الإعمار اللي يصير بالموصل. أصدقائي بالعيد وكل عام وانت بخير راحوا لغابات الموصل، خيموا هناك وشفنا الصور، يعني الحياة بدأت ترجع. احكي لي اكثر شنو التغيير اللي صار. انت شفت بالصور، المفروض ايضا تزور الموصل، راح ناخذك ويانا الموصل ان شاء الله. من تشوفه بعينك احسن ما تسمع. صح، يعني دائما ايضا اكو مقوله امام علي يقول الحق والباطل خلى 4 اصابع، قال انا اسمع بس بعيني ما شايف. انت شوف الموصل، اكيد موصل مدينه الثقافه، مدينه العلم، مدينه الابداع، مدينه كل شيء، يعني الانبياء. احنا الموصل يعني بعد 5 سنوات، انا واحد من الناس نزحت ب 2014، كان اصعب ايام حياتي كون اني فنان اعلامي. الفنان الاعلامي خاصه فنان يكون في موضوع تنقله من منطقه لمنطقه وبغصب صعب جدا. صح. فبعد تحرير الموصل بجهود قواتنا الامنيه، القوات المسلحه، الشرطه والجيش والحشد والعشائر العراقي، تحيات كل محافظات العراقيه اللي حروا هالمدينه موصل ام الربعين. اكيد هسه نشوف الاعمار بالموصل، يعني ايضا تحيات النجم الجبوري المحافظ نينوى، هذا الشخصيه العراقيه المحبوبه اللي نشوفها دائما يفطر ليل ونهار بالموصل. صح. رجع الموصل، يعني مو بس هو رجع الموصل، حتى ايضا نتحدث عن باقي البلديه والبلديات وكل الدوائر التابعه للموصل. موصل اليوم رجعت انا اشوفها رجعت افضل من قبل. ايضا اليوم اكو تعاون مشترك كبير جدا بين اهالي الموصل وبين القوات الامنيه، يعني انا من خلال متابعتي، من خلال تواصلي من الموصل خاصه بالسير الخاصه الموصل، يعني اشوف تعاون مشترك، تعاون دعم اكو من كل الجهات. زين، على مستوى الحياه الاجتماعيه شلون تشوف الحياه؟ رجعت تقام مهرجانات، بما انه حضرتك فنان وقريب من الموصل جدا، شلون تشوف ظهور الفنانين في نينوى؟ شوف، اول ما تحرر الموصل احنا، انا كوني ايضا نائب رئيس الشعب الموسيقيه في بغداد، نقاب فنان العراقيين، رغم ان رئيس جمعيه احياء التراث الموصلي، ارتئينا يكون اول مهرجان يعني نقابه الفنان العراقيين اللي كان لحد الان دكتور جبار جودي واسيا كمان نائب النقيب فاضل وتر يصير. رحنا مجموعه الفنانين نجوم، رحنا رعد الناصري، صباح الخياط، كثير فنانين شباب، فهد نوري، فنانين بصراحه اسماء لامعه نسيت حتى لا يزعلوا منا. نجوم رحنا اول مره على الموصل، انا وياهم ايضا رحت وياهم، فغنينا، شفنا جمهور ملعب الموصل، ما توقعنا ملعب الموصل ان ترس ماكو مكان الجلسه بصراحه. يعني انا ذاك اليوم اغني وابكي، ليش؟ شفت، يعني شفت بعد عوده يعني اول ما تحرر الموصل، يعني فرحنا، شفنا الناس يحبون الفن، يحبون الثقافه. شوف، مدينه الموصل مدينه مدنيه، يعني جدا. انت اذا قلت لك ان شاء الله قريبا تزور الموصل، ان شاء الله اكيد بنشوف الموصل، تتذكر الطيبه، تتذكر الكرم، تتذكر الناس الطيبين. اليوم الموصل شنو احتياجاتها ايضا بعد 5 سنوات من التحرير؟ احتياجاتها فقط دعم الحكومه المركزيه. اليوم اكو نازحين بصراحه، نكون صادقين، اكو نازحين لحد ما رجعوا لبيوتهم اهاليهم في جانب الايمن، لحد الان اكو مناطق بصراحه مهدمه. يعني مهدمه ليش؟ مناطق الموصل مناطق قديمه الايمن. صح. بيتهم بيت يعني صعبه. بس احنا اليوم نحتاج دوله ينطوهم دعم، ينطوهم اراضي، ينطوهم مثلا مبلغ من المال، تعال انت ارجع لمنطقتك، بيتك، ابني لك بيت خارج يعني المناطق القريبه على الموصل، هالبيوت يستفادون من الحكومه، ياخذون منه حتى يرجعون النازحين. نشوف اليوم اكو صور باكساء طرق جديده، عمل كورنيش كامل. صح. ممشى، شفت ممشى كامل، مو بس هناك غازينو، هناك اكو في داخل الجانب الايمن، شفت متنزه كبير، متنزه الراقص سموه الموصل. رحت انا زرته، تحياتي بلديه الموصل استاذ رحبه، انا اول مره اروح اشوف هالمكان. شفت الناس بالعيد، والله العظيم ماكو مكان قاعده، وشفت النظافه، شفت حتى القوات الامنيه، الشرطه والجيش ما يخلون تاخذ الاكل، يقول لك خاف يعني تتوسخ هسه. يعني شوف اكو تعاون مشترك. الموصل قلت لك يعني بعد هسه احنا مو نحكي بعد 5 سنوات، بعد 5 سنوات غير شوف الموصل. هو هذا سؤالي لك، يعني بما انه زياراتك كل فتره، انا من الموصل طبعا زيارتي، من تروح تحس اكو فرق عن المره القبل؟ طبعا كل فتره صديقي العزيز، كل فتره اشوف شيء غريب.
كل فتره اروح اشوف شارع جديد، متنزه جديد، اضويه جديده، يعني هذا دعم اكيد. قلت لك محافظ الموصل انا جدا احترمه، هذا الشخص بسيط جدا، استاذ نجم الجبوري من خلال اذاعتكم مقره، هذا الشخص الغير اللي كان هو ابن الموصل، كان قائم مقام وبعدين صار بعد التحرير، قبل التحرير كان قائد عمليات الموصل ومحافظ نينوى. زين، التسليط الإعلامي على إعمار الموصل وعلى عودة الحياة بالموصل وعلى احتياجات المواطنين أيضا بالموصل ماخذ حجمه الطبيعي لو لا؟ من السوشيال ميديا والقنوات اليوم نشوف كثير يعني ينتقدون الواقع بالموصل. استاذ هذا ينتقدون، شوف بدي اقول لك سالفه، احنا اليوم بعض القنوات المغرضه بعض الصحافه، اليوم انت هاي المدينه منكوبه، انا اليوم اتفائل بي صح. هاي انطي امل اكثر. ليش اكتب كذا اقول والله موصل كذا؟ لا ننطي امل، لان الموصل ثاني محافظه بالعراق استاذ، سكانه وناسه واهله. انا اليوم اتمنى كل الاعلاميين اليوم قناتكم المقره واذاعتكم الجميله، من ارسلتوا وانا حضرت اللقاء ويا جناب الكريم اشكركم، هذا خلي اوضح الناس ترى موصل مدينه ثقافيه، مدينه يعني ما بها اي سلاح. اليوم رجعت القوات واحنا نطلب من كل الجهات الاعلاميه يتمون الموصل، يخدمون الموصل. اكيد هذا واجب. استاذ جاسم حيدر، انا سعيد بحضورك ونورتنا اليوم وشكرا لوقتك. انا قبل ما اشكر البرنامج راح اسمعك مقطع اغنيه مصلاويه. كم يردي لي سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء وحدي لا تخليني، شرباتكم باردة وسطوحكم عالي، والله قتلني العطش يلا ارحموا بحالي، ويا سماق يا سماق أكلي دهيني وما تنضاق، يا سماق يا سماق أكلي دهيني وما تنضاق، وطابخنا سماق بداع عزمنا كل الجماع، طابخنا سماق بداع عزمنا كل الجماع، واشتغل طق الاصبع واشتغل طق الاصبع، والمعالق شيق وشاق، يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما دم، حبون الله ولا تقولون، حبون الله ولا تقولون، سعاد وما ماتيتو يا دلال، سعاد وما ماتيتو يا دلال. عشت ايدك وشكرا جزيلا ونورتني. شكرا جزيلا، شكرا لكم، شكرا قناتكم موقرة، وانا سعيد جدا اليوم يعني بصراحة يعني من لقائكم، ان شاء الله دائما تبقون المبدعين والاوائل بالقنوات. الله يحفظك، وانا سعيد جدا بحضورك، كنا لقاءات اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، كل سعيد بهذه الحلقه، اني يا رب يحفظ الموصل واهلنا بالموصل، ونتمنى المزيد من الاعمار والتطور في محافظتنا العزيزه ام ربيعين في مال الله.